حياكم الله، معكم بسام سعد الدين، وانا اليوم موجود عند اعمار عشان نشوف هالمره مش بس مشروع، هالمره حنشوف فرصه حقيقيه للي عم بدور على افضل مشروع نزل بال 2022، وهن فيلل ادرس اسمن هيلز كريست. فيلل اول مره تنزل من ادرس، انا سبق وتكلمت عليها بس هاليوم انا بتكلم عليها بالتفصيل. 138 وحده فقط، مساحات ممتازه، الموقع تبع المشروع طبعا دبي هيلز ستيت اللي عم بيشهد طلب كتير عالي بالذات على الفيلل، وفيلل مثل الادرس اللي حتكون براندد ادرس، مطابخ مجهزه بالكامل، فيها روف اكسس، منطقه ممتازه جدا، وزي ما تعودنا دائما من اعمار انه يقدموا لنا منتجات ممتازه جدا جدا. وزي ما توقعت بالفيديو السابق، هذا هو موقع المشروع اللي قريب كتير على دبي هيلز مول، على المدخل مقابل سدرة، وقريب كمان على الحديقة المركزية اللي هو هون حتكون، وقريب طبعا على ملعب الجولف من هون. طبعا دبي هيلز ستيت معروف موقعها بالضبط. وهدول عنا فيلل ادرس 38 فيلا، كلها خمس غرف فيهن روف اكسس، طابق ارضي اول، ثلاث باركنات وبيسمنت. طبعا احنا في هون زي ما انتم شايفين بحيره مائيه، ممرات مائيه ما بين الفيلل. طبعا الاطلاله من هاي الاتجاه بهيك لورا هتكون كمان بتشوف برج خليفه. نحن عم نحكي على تو تايبس، عندنا مودرن وكلاسيك. تقريبا مساحات الارض بتبدا من 7000 قدم ل 10800 قدم، البناء من 9900 ل 10400، والسعر من 21.7 مليون درهم ل 25.5 مليون درهم. خطه الدفع حتكون 80-20، 80% خلال فتره البناء، تقريبا 20% بالسنه، و 20% على التسليم اللي حيكون بشهر 6/2026. طبعا بالاضافه للبحيرتين موجودين هون بالكوميونتي، عندنا هون ممرات مائيه ما بين الفيلل، كلهم سنجل رو، ما في ولا فيلا باك تو باك، كلهم مساحات خضراء كبيره. طبعا هون كمان حيكون في عندنا الكلب هاوس، وهون الممر اللي بودينا على الحديقه، ومن هون عندنا طبعا مدخل المجمع. كثير قلال، 138 وحده، يعني حيكون عليهم طلب كثير عالي، وبقدر اقول انه هذا افضل مشروع بال 2022. طبعا بنهايه الفيديو حابب اقول لكم انه بس 138 وحده اكيد حينباعوا، يعني اذا مش بيوم بساعات. فاللي مهتم بالمشروع يا ريت يتواصل معي باسرع وقت. كان معكم بسام سعد الدين.